السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان ان شاء الله يا ربي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين. المهم جيت اليوم بواحد الوصفه ديال واحد الكيك زوينه 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 بزاف. انا جيت نوريكم شنو كيمشي فيها. بسم الله على بركه الله. جوج الليمونات نقيتهم غسلتهم، ها نتوما اللشين كنقولوا حنا، ها نتوما بسم الله جوج، ها نتوما جوج. كاس د العنبه ديال الزيت، غنفرح داكم كاس د العنبه ديال الزيت، ها هي ديال العنبه ديال الزيت، ها نتوما. كاس د العنبه ديال السكر، ها نتوما. كاس د العنبه ديال السكر، ها نتوما كيهز لي كاس د العنبه هذا. جوج بيضات، ها نتوما جوج بيضات اخوتي، ها نتوما ها بيضه وحده، ها البيضه الثانيه. كلشي كيتجمع في هذا الخليط البنات. جوج خمارات، ها نتوما جوج خمارات، ها نتوما والمهم بقاو معايا غنطحن شويه هاد المكونات وغنرجع معاكم. المهم البنات ها نتوما الخليط ديالي راه وجد كما كتشوفوا هنايا. دابا قربوا معايا شويه هنا غتشوفوا. المهم عندي هنا داك الليمونه، داك جوج التشينات اللي طحنت هنا، البرتقال داك القشور ديالهم حكيتو هنايا، درت هنا جوج تفاحات ها نتوما كي مقردين، وغندير معاهم شويه ديال القرفه، ها نتوما بركه، وندير عليهم الزبيب، ها نتوما. وتابعوا معايا البنات، راه هذه الكيكه راه زوينه بزاف بزاف. ها نتوما هذا الشيء ديال الزبيب، ها نتوما نزيد شويش، ها نتوما بركه عليا. وغادي ندير البنات شويه ديال السكر، غير شويه ماشي بزاف ثاني ديال السكر، بحال قلتو معلقه كبيره، ها نتوما صافي معلقه كبيره كاع ديال السكر. ها هي المهم، ها نتوما كما كتشوفوا، ها هي نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. الله يرحمنا بالشتاء ان شاء الله يرخصوا هاد الاسعار كاملين. المهم ها نتوما كنخلط باش يدخلوا في هذاك اسميتو، ندمج شويه لا كما قال العناصر، ها نتوما. ودابا غادي نخليه في الطرف باش يشرب شويه داك القرفه وداك المسائل، غادي تدخل فيهم مزيان والسكر وداك الشيء. المهم بقاو معنا غادي تشوفوا يا خوتي، كلشي غلا على المسكين كما قال الراجل البارح، قال لي الله يستر كناكلوا ديك طرف الخبز قسما بالله الا كنفكروا في الناس اللي قل منا عاد. حنا عاد حنا مساكن، حنا كاع مساكن تحت الله، حنا كاع كنطلبوا الله سبحانه، ولكن كما كانت كاين عاد كثار منا حنايا، وكاين كثار وكثار وكثار وكثار. المهم كاع حنا بعدا كما قال ما خصنا حتى شي خير، واكلين شاربين كلشي، ولكن كاين المسكين ما لقى مسكين باش يشري حتى ديك نص كيلو ديال البطاطا باش يديها لولادو. يا ربي تشوف فينا، يا ربي ترحمنا، يا ربي ان شاء الله يشوفوا من حالتنا ومن حاله المساكن كاملين، يرخصوا هاد الاسعار اللي راه طلعوهم بزاف بزاف، راه عيقوا زادوا في هاد الشيء راه بزاف بزاف. يا والله شوف محالنا، الله يلطف بينا يا ربي، حنا في يد الله والحمد لله. والمهم بنادم تيبغي يشري غير البيض الله يستر كيقول لك غالي، بغى يشري البطاطا غالي، بغى يشري، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم اخوتي كما كتشوفوا انتم طحن داك العصير مزيان، داك التشين وداك الشيء اللي فيه مزيان. دابا غادي نديروه هنايا في هاد سميتو، وغادي انا معاك
معكم البنات، انا معكم ماذا بيا في انا البنات الحبيبات. هانتوما انا حداكم، هانتوما انا جبت هذا، هانتوما دابا هذا ما بقيتش محتاجه، نحطه هنا. غادي نفرغ هذا الشيء اللي بسم الله، هذا الشيء اللي طحنت هنا، شوفوا هانتوما هانتوما كتشوفوا داك العصير زعما طحن كل شيء مزيان، دابا طحن زعما ما مطحوناش ولا شي حاجه. انا غادي ندير معكم الدقيق. هانتوما يا خوتي غتشوفوا شحال، بسم الله ندقوا صبعي بعدا هكا، والله الا مخيره. انا غندير معكم شحال ديال الدقيق، بسم الله بسم الله. هانتوما ها كاس ديال العنبه، واحد زوج ثلاثه، هانتوما درت ثلاثة د الكيسان ديال العنبة. ودابا غنخلط وغنشوف واش غنزيد شي حاجة ولا ما غاديش نزيد. هانتوما البنات بقاو معايا وغتشوفوا واش نزيد شي ولا ما غاديش نزيد. هانتوما ماشي نقول لكم عينيكم ميزانكم ولا كلشي غادي تشوفوا حدايا ان شاء الله. لا ما غادي نزيد حتى حاجة، هذاك هو العبار. هانتوما هذا، والمهم السر النهائي ديالو كما كتشوفوا هو كنضيف معاه، كندير غير داك الكاس ديال الدقيق نص شويه ديال الماء هانتوما معاه بحال هكا. الماء كتجي كيجي فيها البنات العجينه خفيفه، هانتوما هانتوما خص العجينه تكون خفيفه، وداك الماء في الاخر اللي كيخفف العجينه اللي كيرد العجينه زوينه ما تكونش قاسحه. ها انتم كندير هذه المسكوته، هذه كتجي ما نقولش لكم كتجي زوينه 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 بزاف. ها انتم كيفاش جات البنات. ايوا المهم البنات كما كتشوفوا خلطت الخليط ديالي مزيان مزيان مزيان، ودابا غادي تشوفوا معايا غنحطوا هذا المون هذا. بسم الله على بركة الله يا ربي، بسم الله. هانتوما هانتوما يا البنات غندير غير بيدي، هانتوما يا البنات كما كتشوفوا غندير بيدي. كما كتشوفوا البنات هي الكيكه ديالي صافي صوبتها. ها انتم هذا الشيء اللي كان خلطت حداكم خليته باش يشرب شويه. ها انتم غندير بيدي بسم الله، غندير عليها هكا نفرق عليها هكا من الفوق بيدي بسم الله. ها انتم راه واحد الكيكه يا البنات كتجي رائعه. ها انتم ها انتم هكا كتجي ما شهيتكم البنات، والله الا كتجي واعره 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 واعره. جربوها وتشوفوا يا البنات وغتشكروني عليها، وجربوها وقلت لكم غتشكروني عليها واحد الشكر. ها انتما ها انتما مهم هذا الشيء هو صوبته كله ما بقى حتى حاجه. شوفوا كي جات البنات بداك الليمون وداك السكر، جات تحمق والله الا جات منظر رائع. ها انتما وهنايا البنات الشوكولا، ها انتما اكليت شويه حكيتو هنايا. ها انتما ديرها عليها هكا من الفوق، ايوا كتجي واحد الكيكه يا البنات ما نقولش لكم حتى تجربوها نتوما وتردوها على اختكم. ها انتم قولوا لي يا وسيروا يا لالية تتحمسوا لي حتى نتوما وجدوا باش غتشربوا اتاي، وبقاو معنا حتى تكمل الشكل النهائي
انا جايه معكم. مهم البنات، ها هي الشكل النهائي ديال الطارت ديالي. ها هي حيك جاتني رقيقه. علاش؟ حيك هذه كتدي المول، كتدي المول صغير باش كتطلع هكاك من الفوق. مهم هانتوما باقي ماشي ما تحرقش، غير الشوكولاط اللي قلت لكم درت وداب عليها، راها زوينه بزاف. ايوا المهم اخوتي هانتوما كيفاش، هانتوما غنقطع حداكم. مهم غنقطع واحد المورصو حداكم. ها هي كي جات البنات، ها هي كي جات زوينه. هانتوما غادي ندوق حداكم. بسم الله. زوينه البنات، والله الا زوينه، قسما بالله الا واعره هاد الوصفه. المهم نتمنى ان شاء الله تجربوها ونشربوها احنا مع العصير ولا شي حاجه. يلا ها البنات، هلا فراسكم وباب عليكم وراح عليكم. ايوا كما كتشوفوا، من بعد ما ساليت المسكوته، من بعد ما ساليت طلعت للسطح. هانتوما بنتي سيقات الدرج بجبيل كامل، هانتوما المانغا ديما القمه كما كتشوفوا سيقت السطح. كانت عندي طموح القرعه ديال اوني فرغتها، هانتوما الرغوه باقا كاينه، وحكيت السطح كامل بالشطابه وصبنت جوج زرابي راهم فين، وحكيت داك العود ديال السدادر. المهم ما خليت ما درت في السطح، كل شيء نقي، كل شيء تحك، كل شيء طبالي. كانت ماشي طبلات هكا ديال البلاستيك، كنا كناكلو تما فيهم في الصيف. البيت ديال الصابون ها هي نقيه، كل شيء تحك، كل شيء نقي. راه حشاكم الزبل غادي نرميوه ان شاء الله. المهم شوف السطح كيشق شق المشاهدين، شوف الحال ديال الشتاء. باي باي.